مثل كل زوجين انتو خلال النهار كل واحد بشغله باهتماماته الا اذا اجتمعتوا ببعض المناسبات الحزبية، ولكن عشية بتلتقوا بالبيت بطبيعة الحال. بدنا منك تفوتينا على بيتك لنتعرف كيف بتقضوا وقتكم سوا، يعني اعطينا فكرة عن سهرة ست ريدا جعجع وسمير جعجع. بالإجمال هو بيصرف على 9:30 عشية، بكون أنا مخلصة اجتماعاتي، بعض الأوقات هو بينطرني، بعض الأوقات أنا بنطره. أول شغلة طبعاً بنعملها بنروح نتعشى. على العشاء بيكون في عندي بعض الأشياء بحب أخذ رأيه فيهم، مثلاً أشياء العلاقة ببشري والمنطقة. فيما بعد بس نخلص العشاء بالإجمال بيقول لي عبالي طفي راس. هون بننزل يحلي فيها التلفزيون لأن الوضع الأمني ما بيسمح مثلا نطلع نتعشى برا، خاصة هلا بعد الاستحقاق الانتخابات النيابية اللي صار بال2022، يعني الوضع الأمني عليه صار بعد على أصعب. منزل منحط فيلم بالإجمال على نتفليكس، حضرنا سوا روم، حضرنا سوا مثلا هاوس أوف كاردز، حضرنا سوا أرتوغرول، يعني هو عنده مال هيك للفلوم التاريخية. هذا اللي بنعمله. بيطلب اكلات معينه ولا بلا؟ هو بيمشي حاله بالموجود. لا هو حدا اول شيء ما انه يقبل الاكل، بس بهمه ينتبه على النظام الغذائي تبعه، يعني بحب ياكل نهار سمك، نهار لحمه، نهار خضره، حبوب، منسقة، بنوع. السؤال رقم 10 هو سؤال باللون الاحمر. ست ريدا جعجع، انت متهمه بانك بعدتي قواتيين عن القوات ورئيس حزب القوات، خصوصا بعد خروج دكتور جعجع من السجن، هل هالشي صحيح؟ هذا الشيء منه صحيح، لان بالنتيجه عم نتعاطى مع شخص اسمه سمير جعجع، عنده هو رايه، بيستمع للكل، بس اخر المطاف بياخذ اللي بيعمل بده يعمله. وانما بعد ما طلع من الاعتقال اعتبرت انا انه في مجموعه من الرفاق رفقونا ببيتنا بفترة كتير صعبة تنذكر وما تنعاد، اعتبرت أنه أنا لازم أوقف حدهم ولازم دافع عنهم ولازم أنقل حقيقة اللي صار بغيابه، مثل ما أنقل حقيقة اللي صار مع الناس اللي بيعونا بقرشين من أول شهر أو أول سنة أو اللي هو بقى. كان يصير في بعض النقاشات بهذيك الفترة بهالخصوص، أنه فلان عمل هيك وفلان ما عمل هيك، فلان لازم نحافظ عليه لأن لعب دور أساسي وجوهري مثلا بغيابك. هذا اللي كان يصير. بتأثر عليه بقراراته؟ يعني وقت اللي كنت تقولي له هيك شو كان يجاوبك؟ يعني أنا بأثر عليه مثل كل زوجة بتأثر على زوجها، وإنما أنه بأثر عليه أني خليه يعمل الإشي اللي ما بده يعملها. كنت أول شيء أثرت عليه وقت قلت له بعد الحبس قوم تنسافر ونبقى برا، خلص قضينا قصتنا للعلا، بحق لنا نعيش لنا كم سنة أنا وياك مرتاحين. سمير جعجع من الأشخاص اللي بيسمع وبيسمع للكل، وهي ميزة كتير حلوة، بس بآخر المطاف بيعمل اللي برأيه لازم يعمله.